أرجو أن تشرح لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لعن الله زوارات القبور. هل زوارات القبور المكثرات للزيارة أم لا يجوز للمرأة أن تزور القبور أبدا؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة أن تزور القبور أبدا. فقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور ليس المراد به المكثرات من الزيارة فقط، بل زائرات القبور ولو مرة، وكلما أكثر فالإثم أكثر. بدليل أن في رواية الثانية لعن الله زائرات القبور، لعن الله زائرات القبور، وهذا يتناول الزائرة مرة واحدة، فإذا زادت فإن الإثم يكون أكثر، وذلك لأن زيارة القبور خاصة بالرجال دون النساء، والقصد هنا الاعتبار والاستعاذ والدعاء للأموات المسلمين. أما المرأة فلا تزور القبور لأنها ضعيفة، وربما إذا رأت قبر قريبها أن تتأثر وأن يحصل منها ما لا يجوز من الجزع، وأيضا هي عورة وفتنة في خروجها إلى المقبرة، ربما يحصل لها ومنها مفاسد، لذلك منعها الشارع من زيارة القبور. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.